بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. يقول الله تعالى في سورة طه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. جاء تعليم هذا الدعاء المبارك لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في ختام الآيات اللي ذكر الحق سبحانه وتعالى فيها إنه أنزل القرآن الكريم على نسق ونمط واحد، قرآنا عربيا عشان تفهموا العرب ويقفوا كمان على ما فيه من النظم البديع، وإنه صرف يعني ذكر فيه من الوعيد لعلهم يزدجرون ويتقون. قال الله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. فتعالى الله الملك الحق سبحانه وتعالى، هو الموصوف بصفات الكمال، هو سبحانه وتعالى منزه عن كل صفات النقص، وإنه سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذا القرآن، وأنه يحفظ رسوله عليه الصلاة والسلام عن السهو والنسيان في أمر الوحي. فهو سبحانه وتعالى هو الذي أنزله، وهو المتكفل بحفظه، كما يعني يتعجل بالقراءة كده قبل ما سيدنا جبريل عليه السلام ينهي القراءة، ينهي إبلاغه الوحي. وطبعا النبي كان بيبقى في حال يتصفد جبينه عرقا، وكان الصحابة لو جنبه نزل عليه الوحي يسمعوا دوي كدوي النحل، فبالتالي كان النبي بيبقى في حالة شديدة عند نزول الوحي. فالقرآن الكريم والله سبحانه وتعالى بيطمئن قلب الحبيب وبيقول له، أو جاء هنا النهي إنه لا تعجل أيها الرسول الكريم بقراءته في نفسك من قبل أن يتم جبريل تبليغه لك بالراحة. فكانت الآية توجيه وتطمين لقلب النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لن يغادر هذا المقام اللي هو بيبقى فيه حضرة النبي إلا وقد ثبت الوحي في قلبه الشريف. والنبي معذور، لأن ربنا بيقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو القرآن كلام الرحمن. والنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا جبريل يقرأ، وسيدنا رسول الله بيقرأ وعايز يعني يتأكد من حفظه. فجاءت النهي عن التعجل، وجاء فيها متضمن في التطمين لقلب النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيثبت هذا الوحي في فؤادك ولن تغادر في قلبك أيها الرسول الكريم. ولذلك من لطائف هذه الآية: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما، من اللطائف التي ذكرها أهل التفسير إنهم قالوا إن طلب العلم، وده احنا بنعرفه بالتجربة وبالممارسة، إن طلب العلم والزيادة في طلب العلم لا تأتي أبدا بالعجلة في طلبه، لازم فيها التريث، لأن تلقي العلم يكون بالتأني. لما أكون بذاكر حاجة، ببحث، عندي أبحاث، لابد أتأنى، ما يكونش عندي عجلة إني عايز أوصل للهدف بتاعي بسرعة فيفقدني ذلك إتمام العمل العلمي بالصورة المطلوبة. فلابد إن يكون في تأني وفي مداومة في طلب العلم وعدم تعجل، عشان بالطريقة دي بالمنهج ده بيزيد العلم ويثبت، لأني ماشي بالراحة وبدي نفسي وقت في البحث من غير كسل ومن غير عجلة، إنما في الحال اللي فيه اللي يؤدي إلى زيادة منه وإلى تثبت فيه. فجاء التوجيه والإرشاد الرباني
لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول الكريم لا تعجل به، إلى أن لغاية أو لحد أن يتم وحيه، إلى أن يتم الوحي بتاعه، ينتهي جبريل من إبلاغك به، لأنه كانوا بيبلغوا بآيات وأحيانا بصور، فلابد أن يديه ذلك الوقت أو يعطي نفسه ذلك الوقت عشان يثبت، فيكون أخذك للوحي عن تثبت وسكون. ولا تخشى أيها الرسول الكريم أنه يفوتك شيء من الوحي، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ده حرص منه على تلقي الوحي اللي هو تلقي العلم، وألا يفوته شيء، فربنا سبحانه وتعالى قال له وإن يعني وادعوا ربك أن يزيدك فهما وعلما. فكانت جوهرة اليوم وقل ربي زدني علما، يعني قل أيها الرسول الكريم ربي زدني علما، يعني يا أيها الرسول الكريم توجه إلى ربك داعيا متضرعا له متوسلا إليه: يا ربي زدني من العلم النافع. وفي هذه الآية الكريمة إشارة، يعني بتتضمن الإشارة إلى فضل العلم، لأنه أمر الله تعالى به رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، أمروا بطلب الزيادة منه، فامتثل النبي، يعني قال وقل ربي زدني علما، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يدعو بهذا الدعاء، وتضمن معنى هذا الدعاء مقام العلم، وامتثل النبي عليه الصلاة والسلام للأمر الإلهي، فكان دوما يدعو بالعلم النافع، مش يدعو بالعلم النافع، ويقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. وفي رواية تانية بتقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذا الدعاء كثيرا، يردده كثير. وكان الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية وقل ربي زدني علما يقول: اللهم زدني إيمانا وفقها ويقينا وعلما، اللهم زدني إيمانا وفقها ويقينا وعلما، اللهم أمين. ومن حرص النبي على الاستجابة للأمر الإلهي وقل ربي زدني علما، كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الصبح يوميا، إذا صلى الصبح حين يسلم، لما يخلص صلاة الصبح ويسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فكان يدعي بالعلم النافع. ليه بيقيد في دعاء العلم بأنه النافع؟ لأن العلم النافع هو ما باشر القلب، يعني كان علم صادق خالط قلب العبد، فبيجعل في قلب العبد سكينة وخشوع وطمأنينة وإخبات لله رب العالمين. علم تأثر به صاحبه، لأنه إذا لم يباشر العلم القلوب وكان فقط على اللسان يجري، هيكون حجة على بني آدم يوم القيامة، لأنه علم العلم ولم يعمل به. إنما العلم النافع إنه الإنسان يعلم العلم ويعمل به، وإن كان غير ذلك فحيكون ليس بنافع. عشان كده النبي قيده في الدعاء علما نافعا. وحتى ده كان منهج النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة الكرام في تعليمهم رضوان الله عليه، وحتى ده منهجهم اللي تأثروا به في المدرسة النبوية وكملوا عليه بعد كده وهما بيعلموا التابعين. ورد عن بعض التابعين، والتابعين هم الطبقة من الذين من الناس اللي شافوا الصحابة وما شافوش النبي عليه الصلاة والسلام، ورد عن بعض التابعين إن أنه قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كانوا الصحابة اللي كانت بتعلم التابعين القرآن الكريم، إنهم كانوا يأخذون من النبي عليه الصلاة والسلام 10 آيات، فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل، يعني يحفظوا 10 آيات ويصححوها
على بالتلقي على يد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يروحوا يفهموها كويس ويعملوا بما فيها من المعاني، وما يبتدوش ياخدوا 10 آيات جديدة تانية إلا لما يتعلموا 10 اللي صححوها مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويتعلموا ما فيها من العلم ويعملوا بما فيها من العلم. وهكذا ينبغي أن يكون منهج الأستاذ والتلميذ في عملية التعلم والتعليم، التدرج وعدم العجلة، التدرج وعدم العجلة، يعني عدم الانتقال لمستوى أعلى في العملية التعليمية إلا بعد إتقان ما تم تعليمه سواء في الناحية النظرية أو في الناحية العملية. يعني يبقى فيه تدرج، يبقى فيه المعلومة تاخد وقتها بالشرح والتحليل والبيان والحفظ، لأنها لما تثبت هتفتح عليه بعد كده أنه يقدر يتطور في عملية طلب العلم، وده شيء مهم جدا في العملية التعليمية عموما، مش في العلوم الشرعية فقط، في سائر العلوم. والقرآن الكريم منهج بيعلمنا أسرار كثيرة لمن دقق النظر في هذا النص المبارك. وقل ربي زدني علما، من فوائدها، من فوائد هذا الدعاء المبارك، إنه في ترغيب في تحصيل العلم، وفي ترغيب في الترقي. الواحد ما يوصلش عند درجة معينة يقول لا أنا خلاص أكتر من كده مش هقدر أتعلم، لا، وقل ربي زدني علما، يكون دعائي وسعي في الترقي في العلم إلى ما شاء الله، لأن رتبة العلم أعلى الرتب، لذا لازم أن نطلبه، نطلب العلم بنية صحيحة، إني أنتفع وأنفع بهذا العلم وأبتغي من وراء ذلك وجه الله تعالى. لذلك لابد أن نسأل الله تعالى دائما التوفيق إلى العلم النافع والزيادة منه. وإحنا بنشرح هذا الدعاء المبارك وقل ربي زدني علما، اللي علمه النبي عليه، اللي علمه المولى سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، لازم نوجه رسالة لأبنائنا من طلاب العلم. هنوجهها لأبنائنا من طلاب العلم وللآباء كذلك، أو أولياء الأمور، أو كذلك القائمين والمعلمين والمعلمات لهذا العلم. إيه الرسالة اللي عايزين نوجهها؟ إن نتضرع دائما بهذا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى عشان يفتح عليهم في العلم. يعني أنا النهاردة بنتي بتذاكر، ابني بيذاكر، أي مكان المستوى اللي هم فيه، لا هم مش هيسمعوا، لا هم استحالة يقولوا ورانا، لا هيسمعوا. مع التكرار والإصرار بتنطبع في النفس أنوار هذه الآيات المباركة، هذا كتاب مبارك. أقول له يا ابني وانت هتنظم وقتك وتنام ساعات معينة، أو يا بنتي نفس الوضع، بننظم وقتنا وننام ساعات معينة، ناكل أكل قدر الطاقة، الإنسان ياكل أكل صحي، يبقى فيه باخد بالأسباب أهو، وأنا في كل لحظة قبل ما ابتدي المذاكرة بتاعتي ربي زدني علما. المربين والمعلمين يعلموا ولاده، يعلموا تلامذته ربي زدني علما، باخد بالأسباب طبعا، مع ضرورة الأخذ بالأسباب تحصيل العلم، لأنه تحصيل العلم ده إذا بنتكلم عن قطار التنمية الحقيقي، تحصيل العلم هو قطار التنمية الحقيقي وسبيل أي تقدم وأي حضارة راقية في العالم. يعني هو سبيل التقدم والحضارة والرقي للأمم، تحصيل العلم النافع الذي ينفع الإنسان به نفسه ويعمر به الكون وينفع به غيره كذلك. وصدق الله العظيم، وقل ربي زدني علما. اللهم آمين.